هالة شابة في ربيعها الخامس عشر، دخلت عالم الرياضة في سن الثالثة، لكن إنجازاتها الرياضية فاقت سنها وفازت مؤخرا بميداليتين برونزيتين في رياضة فان لانغ فوداو. كنت كنتريني في رياضة ديال الكونكيدو لمدة 8 سنوات، وفي هاد الأربع سنوات الأخيرة بديت كنتريني في رياضة ديال فان لانغ فوداو اللي الحمد لله شاركت في البطولة العالمية للفنون الحرب التقليدية في فوكوتريان في الفيتنام، وحصلت على المرتبة الثالثة عالمية، وجبت الميدالية البرونزية في كوين ابي والميدالية البرونزية في كوين مانو. الطموح ديالي المستقبلية هي بغيت نكون ان شاء الله نجيب المرتبة الاولى عالميا. وهاد الرياضة تعجبني بزاف حتى ترد لينا الثقة في النفس قوية، ويمكن لينا ندافعوا على نفسنا من تيبغي شي حد يزاكغيس ولا يدير اللي بغى يتحامى علينا. وشاركت في الدوري الدولي الاوروبي بفرنسا بمدينة مارسيليا وحصلت على الميدالية الذهبية. هالة وغيرها من أبناء مدينة القنيطرة انخرطوا في رياضة فان لانغ فوداو في جمعية خاصة أدخلت هذه الرياضة إلى المغرب منذ 4 سنوات بعد مسيرة 24 سنة لمؤسس الجمعية حاتم اللعبي في ممارسة الفنون الحربية الفيتنامية وتعلم أسرارها على أيدي أساتذة فيتناميين كبار. كاين اقبال كبير ديال الوليدات الصغار بحكم اننا كنستقبلوا 70% ديال الحجم ديال الممارسين هما دراري صغار، بالتالي كنستنتجوا بان الاباء والاولياء التلاميذ هما اللي كيختاروا فين يحطوا وليداتهم. عندنا طاقات ممتازه، عندنا ابطال، عندنا مكونين، عندنا ناس متكونين، عندنا اساتذه في المستوى. يمكن الشيء اللي كينقص دابا هو الدعم الرسمي والدعم المادي بالخصوص. صقل المواهب والتشجيع على ممارسة الرياضة رهان يحظى باهتمام كثيرين في المغرب، رهان لم يكتفي بالرياضات الجماعية والتقليدية كمجال للتألق فحسب، بل شمل رياضات أخرى تفتح آفاقاً أرحب خاصة بالنسبة للمولوعين برياضات الفنون الحربية.